كابتن محمد يوسف موجود اهو، واتمنى ان حضراتكم بقى ترحبوا بيه وحضراتكم تسندوه، لان هو رجل يستحق المسانده من تاريخه ومن اسمه ومن جديته ومن عمله، وان هو طبعا صاحب القرار الاول، هو المدير الفني، هو المسؤول الاول عن كره القدم، وطبعا مدير الكوره الكابتن عاطف حنفي، لكن هو الكابتن مسؤول عن اختيار كل الجهاز، والنادي لن يفرض عليه احد، والنادي لن يقول له احد، وهو هيشاركنا في كل اللاعبين، وده اسلوبنا. طالما احنا الناس بنتكلم بالمنطق ونتكلم بالحجه، وطبعا الناس كده، اي صفقات اي حاجه لابد انها هتتعرض عليه وهتناقش عليه، مش هنجيب حد غصب عنه ولا دون ارادته، طالما احنا بنطالبه بتحقيق شيء. شكرا للمهندس فرج على الكلام الجميل بتاعه وعلى حضوره طبعا النهارده. بشكركم طبعا كلكم، كل الحضور، على ان انتوا شرفتونا النهارده، وطبعا كل المسؤولين في مجلس الاداره. ان شاء الله طبعا خطوه انا بعتبرها خطوه مبسوط منها، سعيد بيها جدا. بالنسبه لي تدريب فريق سموحه، فريق سموحه فريق يعني رغم انه حداثه عهده في الدوري الممتاز، الا انه عمل اسم كبير. العبره طبعا مش بعدد سنوات التواجد في الدوري الممتاز، العبره بالاداء او بالظهور في الدوري، علامات اللي اتعملت السنه اللي فاتت من خلال وصول نهائي فاينل دوري وفاينل كاس، يعني ممكن ما يكونش حالفه الحظ، لكن مجرد التواجد في منصتين تتويج هم اكبر منصتين تتويج على مستوى المحلي في سنه واحده، فدي حاجه طبعا تحسب لمجلس الاداره والجهاز الفني اللي كان موجود واللاعبين. بشكر طبعا كابتن ميمي عبد الرازق لانه بذل مجهود في فتره حرجه جدا اللي كانت فيها بقاء الفريق في الدوري، ودي كانت فتره مقلقه جدا بالنسبه للمسؤولين والناس اللي هي بتتابع سموحه واللاعبين وكل. خلينا نتكلم في الهدف الاول. مباراه النادي الاهلي مباراه عاديه خالص، انا بعتبرها مباراه عاديه لانها لن تؤثر في نتيجه سموحه ولا نتيجه الاهلي. الاهلي خلاص يعني بنسبه كبيره جدا شغال على المركز الثاني، وسموحه خلاص يعني المباراه بتاعت الاسيوطي هي اللي كانت مباراه حرجه بصراحه، فدي هتبقى مباراه هنتكلم في حينها هناخدها، غير انها قدام النادي الاهلي طبعا، وانا عارف ازاي هتلعب قدام النادي الاهلي، لكن انا هعتبرها تجهيز كويس جدا للمباراه. انا بتكلم بشكل عملي، البطولات الحقيقيه هي كاس مصر وبطوله افريقيا. مباراه مازيمبي مهمه جدا، اللي هي يوم 24 قبل مباراه الاهلي، فدي هي ومباراه النصر، هما دي المباراتين اللي انا بتكلم فيهم على الشورت تيرم. ليه؟ لان انا داخل على الفرقه وبجمع زي ما انت بتقول، بسمع طبعا من مهندس فرج، بتفرج كتير طبعا على فرقه سموحه حاليا، يعني بقضي ساعات كتيره جدا انا اتفرج بحيث ان انا اكسب الوقت بسرعه، بالاضافه طبعا ان احنا ندرس طبعا مباراه النصر ومباراه مازيمبي عندي فكره عنهم لان احنا لعبناهم قبل كده في 2012، فعندي فكره عن الاجواء بتاعتهم رغم ان هم غيروا 3 4 لعيبه. الحقيقه فريق سموحه يعني وجوده في الدوري ممتاز من حوالي 3 4 سنين، ليه وضع كبير قوي جدا في الدوري، فطبعا ان كابتن محمد يوسف يتولى مسؤوليه نادي سموحه لازم يكون في طموح اعلى كتير، لان ده مدرب نادي اهلي، وانت عارف مدربين النادي الاهلي دايما بيقول لهم طموح كبير قوي يعني، فطبعا امكانيات نادي سموحه بامانه يعني لازم تبقى في المربع الذهبي على طول يعني، ربنا يوفق ان شاء الله في بطوله افريقيا. الحمد لله طبعا ربنا وفقنا، اللي احنا انتقدنا مع كابتن محمد يوسف مدرب محترم ليه تاريخ، بنتمنى ان هو ربنا يوفقه في بطوله افريقيا الاول طبعا، وعنده بطوله برضو مهمه اللي هي الكاس. كنا عاملين مؤتمر صحفي دلوقتي ليه، والراجل اتكلم كلام كويس قوي، ووعدنا ان هو ان شاء الله هيحقق نتائج يعني تستحق لتسموح. الفترة الأخيرة طبعا تابعنا تعاقد الكابتن محمد يوسف مع نادي سموحة وتعاقد الكابتن أحمد حسام ميدو مع النادي الإسماعيلي. خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا حصل
برضو بعض التعاقدات بالنسبة لمديرين فنيين في الدوري الممتاز. كابتن طارق يحيى تولى تدريب طلائع الجيش وهيمسك طلائع الجيش من بعد مباراة الزمالك القادمة، ان الزمالك هيلعب مع طلائع الجيش يوم الاربعاء، فبعديها على طول كابتن طارق يحيى هيتولى تدريب طلائع الجيش، ومعاه في الجهاز الفني كابتن احمد العجوز والكابتن محمد جوده نجم النادي الاهلي. كابتن احمد العجوز هيكون مع كابتن طارق يحيى في تدريب نادي طلائع الجيش، ومعاه الكابتن محمد جوده نجم النادي الاهلي السابق. زي ما قلت لكم وقلت الكلام ده من فتره كبيره جدا، من حوالي شهرين كابتن حسام حسن تعاقد رسميا مع النادي المصري. يعني انا قلت الكلام ده وجمهور اسكندريه زعلوا مني وقال لك يا كريم انت عمال تقول اشاعات، حسام حسن هيمسك المصري، حسام حسن هيمسك المصري. المعلومه كانت عندي من فتره كبيره جدا، وفعلا تعاقد النادي المصري امبارح او اول امبارح مع الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن، وبيرجع تاني الكابتن طارق سليمان كمدرب عام في النادي المصري. كابتن حسام حسن المدير الفني وتعاقد خلاص بشكل رسمي والمدير الفني للنادي المصري. مبروك للكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن عمل فرقه كويسه نادي الاتحاد السكندري، مش عايز اقول فرقه كويسه ولكن هقول لفظ افضل، ان الفرقه اتفككت، فرقه الاتحاد السكندري اتفككت، ان في حوالي 8 9 و10 لعيبه عقودهم انتهت، وكان في لعيبه اعارات، كل ده مشي من نادي الاتحاد السكندري، بس كابتن حسام حسن طلع 6 7 ناشئين مميزين جدا جدا في نادي الاتحاد السكندري. يعني طلع رمزي خالد لعيب كويس جدا في نادي الاتحاد السكندري، طلع اكرم عبد ربه مهاجم قوي جدا ومستقبل نادي الاتحاد السكندري، طلع محمد حمدي زكي اللي انتقل للنادي الاهلي، وبرضه كنت قلت لكم ان هو هيلعب في النادي الاهلي وخلاص مخلص، وكان واخد 400,000 جنيه مقدم، ولما سافرت اسكندريه وكنت متواجد هناك من شهرين جمهور اسكندريه برضه كان زعلني وقال لك يا كريم انت عمال تقول محمد حمدي زكي راح الاهلي، راح عندي المعلومه محمد حمدي زكي. طلع كمان ولد كويس جدا اسمه اسلام صالح في نص الملعب، عمل لعيبه كويسه ما كانتش في الحسبان في نادي الاتحاد السكندري. في اسماء اكتر من كده بس انا، وفي خميس حسني واكرم، يعني في اسماء اكتر من كده كمان طلعهم كابتن حسام حسن، وادى الفرصه لبعض اللاعبين الصغيرين من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك زي محمود خالد شيكا وعمر مدحت ورده، لكن كل اللعيبه دي او اللعيبه اللي هي من بره النادي خلاص مشيت. فكابتن حسام حسن طلع لعيبه كويسه، وبرده عايز اقول حاجه، يعني برده لازم ادي كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم والجهاز الفني حقهم في اسكندريه، ان هم اعادوا نادي الاتحاد السكندري بفرقه كانت ممكن تنزل الدرجه الثانيه، كانت ممكن تنزل القسم الثاني، ان الاتحاد الامكانيات كانت قليله جدا السنه دي، اللعيبه كانوا قليلين جدا، كان في مشكله في مستحقات اللاعبين خصوصا اللعيبه الاجانب. ف يعني كابتن حسام عمل او طلع ناشئين كويسين، لكن للاسف فرقه الاتحاد السكندري اتفككت. يعني مثلا محمد سمير المدافع كان عقده خلص وما تجددش مع نادي الاتحاد، وبالتالي انتقل النهارده او مضى النهارده لنادي المقاولين العرب. محمد سمير المدافع صفقه رائعه جدا للنادي المقاولين العرب. رامي عادل برضو المدافع الخبره الكبيره برضو رجع للنادي القديم المقاولين العرب. كابتن حسن شحاته تعاقد مع 2 من اللعيبه المدافعين المميزين جدا، تعاقد مع محمد سمير ورامي عادل، فاللعيبه كلها مشيت. محمود خالد شيكا اعارته هتخلص، عمرو مدحت ورده اعارته خلصت من النادي الاهلي وهينتقل هيلعب في الدوري اليوناني، سامع كده ان هو جاي له عرض في الدوري اليوناني. فللاسف نادي الاتحاد محتاج ان هو يكون فرقه في الفتره القادمه، النادي الاتحاد ممكن يكون في خطر لو مجلس الاداره ما اهتمش بالفريق والتعاقد مع صفقات تليق بنادي كبير زي نادي الاتحاد السكندري. نتكلم بقى على كابتن حسام حسن مع نادي المصري. كابتن حسام حسن معشوق الجماهير البورسعيديه، بورسعيد كلها سعيده جدا وفرحانه جدا ان الكابتن حسام حسن رجع تاني عشان يدرب النادي المصري. كابتن حسام حسن جايب 12 لعيب جديد للنادي المصري، 12 لعيب جديد للنادي المصري هيكونوا متواجدين معاه. وكابتن حسام حسن كمان يعني طالب من المحافظ ومن رئيس نادي الجديد اللي هو هيقوم بإدارة النادي او تيسير اعمال النادي في الفتره القادمه، طالب لعيبه جديده، طلب منهم على وجه السرعه التجديد لمحمود عبد الحكيم، وفعلا مجلس إدارة المصري الجديد أو الناس المسؤولة عن تسيير الأمور في النادي المصري طبعا بعد استقالة الأستاذ ياسر يحيى، في يعني أشخاص جديدة هيمسكوا، الأستاذ سمير حلبية أعتقد، يعني مش حاضرني الاسم، هو أحد رجال الأعمال البورسعيدية، يعني قال لهم يا جماعة رقم واحد أنا عايز محمود عبد الحكيم، لازم تجددوا لمحمود عبد الحكيم، هو كابتن الفرقة وبقاله 7 سنين. فعلا استجاب
اداره النادي المصري الجديده وهيجددوا لمحمود عبد الحكيم. دلوقتي وانا بكلمكم كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن مجتمعين مع لعيبه النادي المصري عشان في بعض اللاعبين عقودها عاليه قوي، في لعيبه بتاخد 1.5 مليون ومليون و800 و2 مليون، فكابتن حسام طالب من اللعيبه اللي هتبقى في النادي المصري، اللعيبه اللي ما مشيتش من النادي المصري اللي هي هتكون لعيبه المصري في الموسم القادم، ان هم يعني يتنازلوا عن اجزاء بسيطه من عقودهم الجديده، يقللوا شويه قيمه عقودهم. نتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن مع النادي المصري، ودايما حسام حسن بيتالق او بيعمل نتائج كويسه جدا مع النادي المصري رغم ان المصري ظروفه صعبه اكتر كمان من السنين اللي فاتت، لكن نتمنى له التوفيق طبعا. وبورسعيد مدينه رائعه وشعب بورسعيد ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. نتمنى التوفيق للكابتن طارق يحيى في خطوه مهمه يعني تدريبيه مع فريق طلائع الجيش، واعتقد ان تركيبه كابتن طارق يحيى هتنجح مع طلائع الجيش في الفتره القادمه. الدوري السنه الجايه هيبقى جامد جدا، كابتن حسن شحاته بيعمل تعاقدات في المقاولين، كابتن حماده صدقي بيعمل تعاقدات قويه جدا في وادي دجله وخلصوا نانا بوكو، نادي امبي برضو كابتن هاني رمزي هيكون المدير الفني في الموسم القادم لنادي امبي، بيعمل تعاقدات وتعاقد مع اكوري اللاعب الاثيوبي اللي كان بيلعب في نادي الاتحاد السكندري وهرب، رجع تاني اوميد اكوري لاعب الاثيوبي هيتعاقد او تعاقد خلاص بالفعل مع نادي امبي، فكله بيتعاقد كله بيجهز نفسه للمواسم القادمه. كابتن شوقي غريب كمان تعاقد مع نادي الانتاج الحربي وهيكون المدير الفني نادي الانتاج الحربي ان شاء الله في الفتره القادمه، نتمنى التوفيق للكابتن شوقي غريب. فكل الانديه، كابتن شوقي طبعا مدرب كبير ومدرب يعني ان شاء الله يعمل بصمه كويسه مع الانتاج الحربي، لكن يعني انا شايف ان في صعوبه شويه للانتاج الحربي والمحلة وأسوان لازم يستعدوا بشكل كويس عشان الدوري السنة الجاية قوي جدا. الدوري السنة الجاية الفرق اللي صعدة الانتاج الحربي، أنا عندي معلومة ولي اتصالاتي مع المسؤولين في الانتاج الحربي عايزين يدفعوا أي فلوس عشان يجيبوا لعيبة كويسة. فهنتكلم ونكمل كلامنا عن الدوري المصري والسنة الجاية، لكن أروح للكابتن وائل جمعة مدير الكرة في النادي الأهلي وبارك له بصراحة على الانتصارات المتتالية والمستوى الرائع اللي بيأدي بيه النادي الأهلي ونجاحه في الكونفدرالية وتصدره للمجموعة بعد الفوز النهاردة على النجم الساحلي 1-0 بهدف لوليد سليمان. مبروك يا كابتن وائل. الله يبارك فيك يا كريم، ربنا